وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يقول: عند كل وقت فاضل وزمان فاضل ولا شيء في شهر رمضان ودخوله أو شعبان أو رجب أو غيرهم، يكثر إرسال الأحاديث الباطلة والموضوعة واختلاق الأدعية عند دخول الاختبارات إلى غير ذلك، ثم يكون ما يكون من النكات والسخرية بما لا يسوغ، فما هو واجب المسلم تجاه ذلك وما حكم الدين في ذلك؟ نقول أيها الفضلاء، لابد أن يعلم أن استخدام هذه الوسائل الجديدة أو ما يسمى بالنيو ميديا أو الإعلام الجديد في نشر الأحاديث الصحيحة وتعليم الناس الخير من أعظم الأبواب، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السلسلة الصحيحة: الدال على الخير كفاعله. ومن حديث جرير في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ولابد أن نتأكد من الأحاديث حتى لا نقع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا عند مسلم في كتاب المقدمة: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فوحد الكاذبين. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن قال علي ما لم أقل، سواء أنه يعلم بالكذب أو مجرد ناقل، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، كما في الصحيح. والنووي رحمه الله يقول في شرحه على مسلم: يقول: لا فرق في تحريم الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ما كان من الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ. إذن بعض الناس يقول لك: أنا أرسل من باب الموعظة والترغيب، يقول كله يعد كذب. قال رحمه الله: فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد به في الإجماع. ويحرم رواية الحديث الموضوع على من عارف كونه أنه حديث موضوع أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثا علم أو ظن أنه موضوع ولم يبين حال الرواية والضعف فهو داخل في هذا الوعيد، يقصد فليتبوأ مقعده من النار، ومندرج في جملة الكاذبين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث: ومن حدث عني بحديث يرى أنه كذب وأحد الكاذبين. لما قال يرى ما قال يرى، يعني ليس شرطا للراوي أنه يعرف، حتى يرى يعني عند أهل العلم العالمين الفريتين بهذه الأمور. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وينبغي أن يطلب رضا الله تبارك وتعالى، لأنه عند الترمذي أن عائشة نصحت معاوية، معاوية أرسل لعائشة يريد وصية، فقال لها: أولا أكتب إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، أريد وصية موجزة. فكتبت رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وأيضا في بعض الروايات قالت: والسلام عليك. قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. لذلك: اللهم إن صح منك الود فالكل هين، فكل ما على التراب تراب، ليتك ترضى والحياة مريرة ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. يأتي بعض الناس يتكلم عن الحديث الضعيفة، الحديث الضعيفة الأصل فيها أنها لا تروى، لأن في السنة ما فيه غنية وكفاية من الأحاديث الصحيحة بحمد الله عز وجل، ونحن في غنى عن أن نروي أحاديث ضعيفة، والسنة مليئة بالأحاديث الصحيحة. ولذلك ينبغي أن نتنبه لمثل هذه الأمور، وأن نأخذها على بال حتى لا نقع في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما النكاد فأمرها عظيم، قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي: قال: أنا شيد بيت أو ضامن بيت بربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وبسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيع الجنة لمن حسن
لمن حسن خلقه. فكل هذه أمور تحذرنا يا إخواني يا أحبابي، نسأل الله أن يجمع عليكم في جناتنا، تحذرنا من الوقوع في مثل هذا الكذب وفي مثل هذا النكاس. وهذه النكاس تدخل في عدم تعظيم شعائر الله عز وجل، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والله عز وجل يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا وأن يعلم الأذى الكبير في ذلك. وأنصح ببعض الكتب الجميلة مثل الموضوعات لابن الجوزي والموضوعات للشوكاني، سلسلة الحديث الضعيف والموضوعة للألباني ورحمة الله على الجميع، وهناك مواقع متخصصة مثل مواقع درر الشنية تستطيع تتأكد من صحة الحديث، ثم بعد ذلك أن تنشره بعد أن تتأكد من صحته. ولقد كان السلف رحمهم الله يزجرون الناس على رواية هذه الغرائب، مثل ما قال الذهبي، قال فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يمنعون منهم مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد، بل هو غض لم يشب، فما ظنك بالإكثار من الرواية في الغرائب والمناكير في هذا الزمان مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط؟ هذا كلام مين؟ هذا كلام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك يقول فقد عم البلاء وشملت الغفلة ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون، فلا عتب على الفقهاء وأهل الكلام. وأيضا يقول الشيخ بن عثيمين يقول يوجد الآن أحيانا منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصا لا أصل ثم تنشر بين العامة. وإني أقول، هذا كلام الشيخ بن عثيمين، اسمع يا أخي في الله، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثم بذلك، حيث يضل الناس عن سبيل الله ويضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة. أحيانا يكون الحديث موضوعا ليس ضعيفا، ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفه مما جاء فيه من التحذير أو التخويف، وهو لا يدري أن الأمر خطير وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام لأنه من الترويع بلا حق، أو يكون فيه الترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو موضوع، هذا أيضا محرم لأن الناس يعتقدون ثباته وثبوته ويحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك. فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا من جملة الذين افتروا على الله الكذب ليضلوا الناس بغير علم. وعلينا أن ننشر ما يثبت. انتهى كلامه من فتاوى نور على الدرب رحمه الله رحمة واسعة. لذلك من الحزن والأسف هذا الذي عم وانتشر عند كثير حتى من العلماء وطلبة علم وخطبة على المنابر، يأتون خطبة كاملة وموعظة تامة نصف ساعة وأكثر وكلها فيها حديث ضعيف بل موضوع، ولا ويتساهلون في ذلك ويتثبتون، عندما جئنا لننصحهم قال لك يا أخي الأمر فيه ساعة. أي ساعة يا أخي المبارك أن تقف يوم القيامة ويسألك ربك عز وجل عن المير والنقير والقطمير فتوقف بين يدي الله عز وجل وتكون متهما بالكذب؟ أين الأمر الواسع من كلام النبي من كذب عليه متعمدا فليتوب مقعده من النار؟ أين الأمر الواسع من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار؟ وبعض الناس حقيقة سبحان الله لما تقول الحديث ضعيف يقول لك يا أخي لا يضر جهل بصحته، هذا من فضائل الأعمال. لا إله إلا الله، من فضائل الأعمال. أين أنت من قول الله عز وجل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ حتى وإن كان من فضائل الأعمال فالحديث الموضوع الباطل لا يجوز أن تذكرها يا أخي، ولا يجوز أن تتساهل في أجل ذلك. ولذلك يقول الموضوع جد خطير، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحذر أن نكون وقودا للنار، وأن نحذر أن يرى الإنسان ويشتري مقعده من النار بقول هو في غنى عنه وقد كفي ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.